السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو فيديو جديد على قناتي. اليوم رانا عند بخو باتيس جنب تاني صوالح جدد. راح نشارككم معكم كيما هذا الطابع، هذا الرشمه تاع كي يقولها خليه النحله يدير انغو. الحاجه المليحه ستفو بزاف صوالح ما شاء الله، وديروا لنا لي بخي هكا بالتيكي باش ما تضليش تسقسي بزاف صوالح اللي علقوا لهم لي تيكي. دونك كيما صوالح هنايا طوابع تاع المقروض، كاين تاع اللوح يديروا 2.90 وكاين تاع بلاستيك 1.80 جو كرو. المهم كاع الطوابع هنا تلقاوهم كاينين، وداروا في السله هكا البري تاعهم. تلقاو بزاف صوالح تاع سيليكون تاع الحديد كيما هاد لي كوبات تاني، هادو كبار تاع تاع لي تارت 3.80. كاين هادو لي كوبات سامبل، كاين هذا اللي تقطع لي دونوت 1.50 تاع بلاستيك، عندهم حتى تاع الحديد. وهاد القبابش تاني، هاد القبيبشات كيما راكم تشوفوا ينتباعوا هكا باللو، راهم كاتبين لك 5 أورو لي مانيش عارفه شحال. المهم نتوما تلقاو هنايا لي بخي. هادي تاني كوبات كبيره بروفيسيونيل 3.80 تاع اينوكس. كاين هادو تاني كيما تاعي لي شريتها عليهم العام لي فات دير 2.90. كاين تاني لتحت هاد الطوابع تاع بلاستيك تاع المقروض، المقروض هذاك بريستيج راهم يديروه تاني، يديروه بهذا القالب. شوفوا شحال شباب، فيه زوج تاع الرشمات، فيه هادي وفيه الجهه الزاوجه. فوالا هذا اون بلاستيك، فيه كيما قلت لكم زوج تاع لي فاس. الفاس هادي تاع المقروض دير 1.50. هاد الطوابع تاني صغار يديروا 80 سنتيم لا بياس تاع كاين يعيطوا لهم تاع الببوشه، وكاين يقول لهم تاع لي فونتاي نو تاع ببوشه هما. وجبت لي هاد القوالب تاع ولا القطاعات تاع شباح السفره اللي يديروه مع مع طاجين الحلو. فيهم الالوان كيما راكم تشوفوا، يجوا 5 تاع لي موديل 5 ولا 6، المهم يجوا متلاصقين كاع في رحبه. جو كخوا 6 تاع لي موديل يجوا متلاصقين. تحلي العجينه تاعك او ميم طون، راح ندير هاد الوصفه ان شاء الله ونشاركها معكم. تحلي العجينه تاعك بالطول وتطبعي بها سي براتيك، خير ملي كل واحد وحده ويتودروا لك في القجر. راهم دايرين كاع لي بخي هكا في السلل. هنا هاد الطوابع تاع الحديد كاين تاع 60 سنتيم، كاين تاع 50 سنتيم. فيهم لي فورم تاع النجمه تاع المدور الكاري تاع هاد الموديل تاع الحديد. فوالا قلت لكم شريت هادوك تاع اللي قطعوا شبح السفره باسكو صغيرين. انا عندي هادوك تاع تاع الطورنو، هما كبار شويه ما يجوش شبح السفره كما تعرفوا، يبغي الطابع تاعك يكون صغير ما يكونش كبير. تاني هادو تاع الصابلي كانوا عندهم بزاف مي كملوا، مي رايحين يجيبوا ان شاء الله. عندهم تاني هاد القالب تاع الكراكو يصنعوه بلاباط، شكوا بلاباط لاباط سكر، يديروا هذاك الصابلي تاع الكراكو. وهنا تاني هاد القطاعات تاع الحديد، فيهم اشكال، فيهم تاع الورقه تاع القلب، لي كورني هادوك تاع تشارك تاع تشارك. كاين دو موديل، كاين سامبل لي كاع سامبل، وكاين لي نص هكا جاي شويه كلي مشوك. راح ندي انا هاد القطاعه دير 1.50. وهنا كيما مداري القوالب بالسنيوات لي كيسات، وكيما مداري كلشي كاين ما شاء الله. وراني اشاك فوا نروح نتلاقى مع متتبعات وفيات. تحياتي ليكم حبيباتي كاع اللي لقيتكم هنا في بخو باتيس. هنا الحسن، المازهر، السمن، الكاكاو كيما مداري تاني. فوالا السمن، ليموناد، وهاد الاوراق يقولهم تاع السكر. فوالا وهذه الفيرميسال تاني شوكولا فيها الوان. وهاد ستيلوات ما سقسيتهاش، كانت لاهية مولات الشي، كانت لاهية في لاكاس ما قدرتش نسقسيها تاع هادوك لي ستيلو اللي تعرف تقول لنا تاعش. كانت الحلوة تاني كيما تاع الفيرميسال وهي مدورة صغيرة. المهم كل شيء تلقاوه ما شاء الله اللي تحوسوا عليها كاينه. والحيه جديده تاني اللي دخلت القالب تاع تاع ام وليد اللي درت به الكاطو المره اللي فاتت، راهي في واحد السيمانتين سمتها حلوه النقاش ولا حلوه منقوشه ولا حاجه كيما هكا. راه كاين عندها تاني دي 3.50 شيرات، عندها فيهم الالوان، كاين هذا الغوج له محلول، كاين الغوز، كاين الموف جو كوا، والغوز كلير. اي فوالا، وغادي ندخل الدار الاولى غادي نروح نشري. غادي هناني خارجه من كارفور، شريت كان خاصني الديول، شريت 18 قابصه تاع ديول هكا باش تشد لي اوموا 15 يوم الاولى. كيما تعرفوا في رمضان ما كانش الوقت باش تروحي تشري، ودي فوا تقعدي اون بان دقيقه تاليه ما تلقايش الورقه تاع الديول.
على ديك واحد شريت الزينه تاع ورق تاع الديوره مديرينهم برومو في كارفور، هما والبنه، البنت شري قرعه الاولى والزوجه راهي موان 50. انا شريت 4 قرع نحلوا به الصيام يعني مع التمر، ولا تاني اللي يبغي في السحور مع السفوف تاع الطعام كاين اللي يبغوا هكا البن. المهم شريت بعد ما دخلت راح نشارك معكم بعض المشتريات تاعي. راح نوجد شبح السفره اللي قلت لكم عليها، هو يصنع باللوز من الاحسن، يعني باللوز مطحون رقيق رقيق، يعني البودره تاع اللوز. اش نسحقوا هنا الشيلات، نسحقوا 3 تاع العبار تاع اللوز. رايح ندير انايا الكيسان، وهذا الكاس يوزن 180 مليلتر، يعني ما درتش الكاس كبير تاع 240 ولا 250، درت غير هذا تاع 180 مليلتر. راح ندير 3 تاع العبار تاع اللوز، من الاحسن يكون اللوز مطحون رقيق رقيق، ما يكونش مدشش ولا ما رايحش يصلح لك. راح نعطيكم استوس ثاني باش يجيكم الشبح السفره تاعكم بالطري وما يجيش فيه داك السكر هاكي تغزغز. بسكو واحد العام انا جربته درته بالسكر كريستاليزي، يعني السكر حبيبات، ما خرجليش مليح صراحه، خرج كي شغل شويه يابس ويتغزغز. المهم 3 عبار كيما راكم تشوفوا، نفس العبار راح نعبر به السكر الرطب. هنا راح نديرو سكر غلاس من الاحسن هكا باش لاباس تاعنا تجي طريه وما تجيش فيها هذاك تغزغز. كي ديروا سكر غلاسي سكر كريستاليزي تعاودوا تفوتوه في الروبو من الاحسن. الى عندك سكر حبيبات ديري كاس تاع السكر كيما هكا ماشي معمر كيما تشوفوا، ناقص سبوع ونص في طعم، باسكو بعد راح نغطسوه في لاصوص حلوه تاع البرقوق، نخلطوا مليح اللوز تاعنا مع السكر. قلت لكم الى عندكم غير السكر حبيبات ديروا في الروبو تاعكم هادو 3 عبار تاع اللوز، وديروا العبر ناقص سبوع ونص تاع السكر، وديروه ينطحن معاه كي شغل يرجع سكر غلاس. من الاحسن تطحنوه باش ما يجيكمش من بعد مغزغز ويجيكم يابس في لاباط. المهم هنا غادي نلمو لاباط تاعنا بالصفار تاع البيض. انا هادو 3 كيسان رايحين يدوا لي 4 صفار تاع البيض. في البدايه راح ندير 3 يعني سا ديبو، بصح من بعد راح نزيد الرابعه. دروك نروحو نخلطو مليح، نخلطو هاد كنت درت هنايا يا ربي درت سكر غلاس، نسيت لافاني. تنجمو ديروا لافاني بصح البرقوق تاعي راح نسميه بالمزهر ولافاني سي با غاب. هنا زدت الصفار الرابع كما راكم تشوفوا، درت قد مغرف كبيره تاع مازهر. هنا طريت العجينه بزاف، العجينه تاعكم ما لازمش تكون تلصق، تكون عجينه طريه ماشي قاصحه، يعني ما تخلوهاش قاصحه راح يطرطق لكم في المقله، ما تخلوهاش طريه ثاني تلصق. كما راكم تشوفوا راني نزيد في لابودغ تاع اللوز، راح حتى تتحكم لي لاباط تاعي تكون طريه وما تكونش تلصق في اليدين. فوالا تحصلوا على هذا العجينه اللي نطيقوا نتحكموا فيها طريه او ميم طون ماشي يابسه كما راكم تشوفوا. راح نغطيها بكيس بلاستيكي نخليها ترتاح بلا ما نوجد الشاميه. انا الشاميه صنعها لافونس، غدوه رمضان ان شاء الله الخميس، اليوم راه ماشي الخميس، غادي يجينا الجمعه، اليوم شهرنا، اليوم انا الخميس، اليوم الخميس راني ندير في هاد التحضيرات اللي هي شبح السفره. غدوه ان شاء الله اول رمضان راح ندير طاجين الحلو، والشاميه تاني اللي هي قلب اللوز راح نبريباريها ليله لافي، يعني قبل رمضان بليله. نبداو بالشربات بسم الله. راني دايره هاد الوصفه اللي تبغي تشوف الفيديو بالتفاصيل، راح ندير 3 كيسان ونص كما راكم تشوفوا تاع السكر، وندير معاهم 6 كيسان تاع الماء. المره اللي فاتت درت 6 كيسان ونص، راح بقالي واحد الكاس تاع شربات، على ديك نقصت النص درت غير 6 كيسان. ندير طرونش تاع الليم، راح نحرك شويه ونديرها على نار متوسطه، كي تبدا تغلي نحسب لها 15 دقيقه كيما كاع الشربات. المهم اللي تبغي الوصفه بالتفاصيل راهي كاينه في فيديو سابق راني درتها في واحد الشهر ولا شهر وسيمانه، تروحي تحوسي عليها راح تلقاها. نروحو دروك للشاميه تاعنا. عندي سميد لوغوناغ هنايا الخشن اللي هو الغليظ، راح ندير هنايا 3 عبار تاع سميد غليظ مع 3 عبار تاع سميد متوسط. عندي توجور لوغوناغ كيما راكم تشوفوا، الباكي هذا تاع 5 كيلو تاع لوغوناغ موايان. اونتو عندي 6 كيسان، كاس تاع لاتاي راكم تشوفوا فيه، راني ديجا عبرت به في السنين اللي قلت لكم شحال فيه من سنتيمتر، هاي كاينه في الوصفه اللي راني دايرتها. هنا عندي لافاني اللي كنت شريتها على بروباتيس، عندي شويه تاع الملح، خلطوا كل شيء في رحبه. رايحه نضيف لهم 4 كيسان تاع السكر. انا الكاس هنا مستعمل الكاس تاع 120 مليلتر على ما نظن تاع لاتاي. نتوما اي كاس تستعملوه راح تكملوا به كاع العبر، كي السوائل كي النواشف. نخلطوا مليح مليح داك السكر مع السميد. راح ندير هنايا نفس الكاس، كاس تاع زيت، كاس تاع البن، كاس تاع مازهر. كيما قلت لكم المره اللي فاتت في هذا الفيديو تاع الشاميه، دي فوا السميد ما يشربش. المره اللي فاتت استعملت سميد متوسط تاع ساميه، ساميه كيما تعرفوا سميد متوسط تاعها يجي شويه رقيق ويشرب السوائل.
اما لو غونار يجي متوسط متوسط وما يشربش بزاف سوائل. راح تشوفوا تلاحظوا باللي العجينه تاعنا هنا راهي شويه ليكيد عادي جدا. خلطيها بيان هنا كي تكون لك ليكيد، خلطي خلطي مليح حتى يتخلط لك السميد مع السكر مع الزيت مع اللبن مع الماء الزهر، لازم يتخلطوا مليح مليح. راح نغطيها خليها تشرب واحد 20 دقيقه، ومن بعد نروح نجيب السني تاعي ندهنه بشويه تاع ليدام ونديروا الشاميه تاعنا طيب. كما راكم تشوفوا راهي تبان لكم بلي راهي جايه بصح ما تخافوهاش، بعد كي طيب تبدا تنشف تولي نورمال. فوالا دروك نروحوا بعد ما ريحت لنا العجينه تاع اللوز تاعنا خليتها تريح بلا ما خدمت الشاميه والشربات تاعها، يعني واحد 20 دقيقه وهي تريح. نروحوا نجيبوا كيس بلاستيكي من الاحسن هكا باش يساعدنا في الخدمه. نحلوا العجينه تاعنا ونجيب هذا المول اللي كنت شريته على بروباتيس قلت لكم يدير 1.50 هذا راهو بخاتيك بالبزاف. راح نعبر الحبات يعني ما يكونوش خشان خشان بزاف وما يكونوش ثاني رقاق بلا، يكونوا متوسطين وانتي تحكمي فيهم كما تبغي. حاجه مليحه من يطبعوا لك في رحبه يعني ما تضليش بالواحد دي فايت ودرونا، هذا راهو طابع واحد وفيه 6 تاع لي موديل. تبداو تخرجوا في الحبه شوفوا كيفاش تسقمي لها الحواف تاعها دوك الحواشي اللي يكونوا مشنتفين. مهم راح نكمل كاع العجينه تاعي وانتم العبر اللي ديروه على حسب ما ديروا، تنجموا ديروا عبر كبير يدير لكم بزاف كيما تنجموا ديروه بالكاس الصغير كيما هكا. نروح نقطع كاع الحبات تاعي نديرهم في طبسي هنا، من الاحسن ما ديروش حبه فوق حبه كيما انا المبتدئه باسكو غادي من بعد يتسقلكم وتغبنوا معاه. انا فطور راني نكبر طبسي دي طبسي صغير معليش. راح ثاني ندير الساشي كيما راكم تشوفوا تساعدنا بزاف ونكمل نطبع العجينه تاعي. الشيرات الا ما عندكمش طوابع صغار كيما هادو سهل الحال، ديرهم كريات تهوديهم شويه تبسطيهم غير شويه وديري السبيعات كيما السيجار غير صغار هكا ديرهم رقاق ماشي مشكل. ماشي بحال ما عندكش نجمي تصنعي تاني الهلال غير بكاس تاع لاتاي صغير، ديري دويره وزيدي قطعي في الوسط تصنعي الهلال وتصنعي الفورمه هذيك اللي تجي اوفال، ماشي شرط عليك يكون عندك هاد الطوابع. انا برك شدتهم هكا اوكازيون كيما قال لك شديتهم ما بغيتش نفوت عليهم، مع كنت باغيه ندير شبح السفره وما عنديش طوابع تاعهم. بقات لي العجينه راح نكورها كي النبليات ونهودهم شويه يجوا شويه بلا. هنايا البياض تاع البيض اللي بقى لنا نروح ندربه مليح مليح بالفرشيطه حتى يدير الرغوه، ونروحوا نفوتوا فيه كاع دوك الحبات تاع الشبح الصفره. لازم تغطسوهم بيان وبيديكم تقلعوا لهم هذاك الفائض تاع البيض. رايحين نخلوهم شويه حتى ينشفوا ومن بعد نشفوهم بالورق هذاك الماس الزيوت نشفوهم من الفوق باش ما خلوش فيهم ديك الرغوه. ونسخنوا الزيت تاعنا مليح مليح، كي يسخن الزيت نقصوا له نديروه في موين ولا تحت الموين شويه ناقصه هكا باش الحبات تاعنا يطيبوا تاني من الداخل. خاطر شكون ديري الزيت حامي رايحين يشوطوا لك غير من برا ومن الداخل يقعدوا لك خضرين، يقعد البيض فيهم هكا خضر. هذه استيس تاني تاع الطياب تاعهم باش يكونوا ناجحين. نروحوا داك الشاميه تاعنا نجيب البلا تاعي دهنته بشويه تاع السمن تاع مدينه هكا باش يعطينا البنه بنينه مدينه والبنه بنينه جاتني شان. نخبطوا السني تاعنا كيما هكا نروح نرشم ندير هكا 4 تاع الطروفه. عندي هنايا اللوز نروح ندير حبيبات تاع اللوز، يا ديري كاوكاو ولا اللوز اللي عندك. انا راه عندي اللوز يعني كاين متوفر، درت 3 حبات نجمي ديري غير حبه حبه في كل كاري. هنا راح من بعد نقطعها على صديقي يجيني 12 حبه تاع شاميه. دونك هذا هو الشبح الصفره بعد ما خليته 10 دقائق ينشف. روحي جيبي انتيا ورقه ورق الناشف كي يقولها النشاف، هذه السوبانه هذه اللي نمسحوا بها يدينا يعني السرابيط تاع الكعك كيما نقولوا، تروحي تفوتي عليهم الفوق هكا باش ما تخليش هذاك الفائض تاع البيض. الزيت تاعنا قلت لكم بعد ما حما نروح نقص له شويه ما نخليهش على نار قاويه باش ما ينحرقليش. وندير الحبات تاعي الاولى نسيي الزيت، هنا الزيت راه يخصني. شوفوا هنا لازم الحبه تاعكم تتغطى باش من بعد ما تضلوش تقلبوا فيها من جهه اخرى هكا، من تتغطى لكم الحبه تاعكم تما حبسوا الزيت خليه يسخن مليح وتكون من يسخن نقص له. نبدا نحط في الحبات تاعي راني نعس فيهم اتونسيون راه بالخف يتحمر عينكم معاه ما تخلوهش يجي ماغون ولا خطر. انا ما كنتش نعرف في 2 أو 3 أيام درته حمرته جا كي نبسس هو من الاحسن تخلي له لا كولور دوري. راني نقول لكم الشيرات باسكو هذا ماشي تاعنا حنا تاع الغرب، حنا تاع الغرب نديرو لي بول دو نوا دو كوكو. انا الصراحه البرقوق تاعي ولا طاجين الحلو كما يكونوش لي بول دو نوا دو كوكو ما يبانليش طاجين الحلو. راكم تعرفوني اللي لاكم قدم معايا وتبعوني من بعد ان شاء الله نشاركهم معاكم، راهم ساهلين ويجوا بنان بنان. شنو لكم الشيرات لي بول دو نوا دو كوكو. المهم كي طيبوهم تخلوهم دوغي تخلوهم صفرين ما تحرقوهمش باسكو هو بالخف يدي ديك لا كولور الحمراء. تبداي تحركي فيهم كي حتى يطيبوا لك هكا. راهم طيبين لي مام في الوسط باسكو نقصت لهم النار. الكاميرا راهي تفلوتي شويه
هكا لا كولور تاعهم هذه هي المطلوبه باش ما يجوش فونسي بزاف، يجو على شغل كلير دوري، هذا هو اللون تاعهم المفضل. كما قلت لكم هادو ماشي تاع هادو شبح صفراء نورمالمون تاع الله اعلم، صحوا لي المعلومه راني غلطه، تاع قسنطينه، تاع جويه قسنطينه. وكاع تحياتي لكم لحباباتي كامل اللي تبعوني من قسنطينه. هنايا بعد ما طابت لي الشاميه تاعي يعني طيبتها من تحت حتى حمرت وخرجت لها الحموريه من الفوق، زدت ثاني شعلت لها من الفوق حمرت بيان كما راكم تشوفوا، راح نسقيها بالشربات تكون بارده. واللي بغات تشوف لا فيديو اون ديتاي راني دايره ديجا لا فيديو تاعها بالتفاصيل المملة، تنجمي تدخلي تهودي لتحت في الفيديو تاعي راح تلقايها. راهي وصفه ناجحه 100%. وهنا بعد ما كملت شبح الصفرة تاعي قليته، بعد ما قليته حاولوا تشوفوا هذاك البيض تاع البيض يدير لكم واحد ليكروت هكا في الحواشي تاع الحبه بالسوبالا بالورق هذاك تاع المطبخ، حاولي كيفاش تمسحي الحبه تاعك. انا صراحه ما لقيتش فيهم بزاف كما راكم تشوفوا، تغطسوهم بيان في البيض، تعاودي بيدك تحاولي كيفاش تمسحي عليها كاع داك البيض بيدك وتحطيها تنشف، بعد تزيدي تنشفيها بالورق المصري الزيوت وتروحي تقليها كما قلت لكم الزيت يكون حامي، ومن بعد كي تبداي تقلي تنقصي له هكا باش يطيب لك الحبه في الوسط. وجات ما شاء الله طايبه في الوسط وبنينه ومشي مغزغزه بهذاك السكر، كما قلت لكم السكر حبيبات يخلي لها هذاك تغزغزه في الفم. فوالا كان هذا هو شبح السفره تاعنا على الطريقه القسنطينيه. ان شاء الله يكون عجبكم الشيرات هذا. بعد كي طيبوا طاجين اللحم طاجين الحلو رايحين ديروا له لاصوص تاعه وديروها هكا شبح في الطبسي تاعك. وهنا التحضيرات الاخيره، كما قلت لكم كنت في كارفور ورحت شريت الديول، هادو هما شريت 18 قابصه، كل قابصه فيها 10 تاع الوراقي. شريت ثاني شوربه داري، دي فوا نديرو شوربه ماشي غير حريره حريره، شريت هادو زوج طروفه تاع الدهان. شريت اللبن كما قلت لكم راه برومو، تشرو وحده وحده راهي موان 50، الديول ثاني راهم برومو الشيرات، راهي دي نورمالمون 99 سنتيم ولا 98 سنتيم الوحده. كي تشري تشري زوج تنقام لك وحده غراتوي، تسمى زوج وحده غراتوي. وهذا هو الطابع اللي كنت شريته من عند بروباتي، سيدي 3.50 تاع ام وليد، تحياتي لام وليد من هذا المنبر، نقول لها صحه رمضانك كل عام وانت بخير ان شاء الله. دونك هذا هو الطابع اللي استعملته ام وليد. وشريت ثاني فلون شوكولا فلون فريز، وشريت هذاك لافاني من عند بروباتيس. هذا هو الشيرات، وان شاء الله تصوموا بالصحه، ان شاء الله هذا رمضان يدخل علينا بالصحه والهنا، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. هذه هي الشيرات، وفلون هذاك تاع نواره اللي فيه 800 غرام. وهنا راني نطيب في الكسره تاعنا اللي هي الفطير بين دي لاتاي العشيه. نقول لكم صحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير وتبقى على خير، تهلاو في رواحكم.